لقاء جديد مميز من كابتن تامر عراقي مدير فني نادي 6 اكتوبر الرياضي المستضيف اليوم للبطوله. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن تامر، نورتنا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك ومشرفينا طبعا، ونوركم يعني منورين النادي ومتشكرين على المهرجان الجميل ده، ويعني حابين ان احنا يعني نظهر نادي 6 اكتوبر بشكل محترم من خلال وجودكم معانا. يعني الحمد لله. الحمد لله. من الملحوظ في البطولة دي التميز بالنسبة للإجراءات الاحترازية والتنسيق مع منطقة الجيزة لكرة السلة ونادي 6 اكتوبر. والله هو النادي والمنطقة طبعا قايمين بالموضوع الإجراءات الاحترازية دي بشكل كويس قوي، مع في تعقيم طبعا ونظافة الملاعب واللعيبة طبعا، ويعني ربنا يسهل ونعدي من الأزمة دي على خير، ربنا يكرم يا رب ان شاء الله. طبعا غني على التعريف كابتن تامر، ناشئين نادي الجزيره سبورتنج وفيرست تيم في الجزيره، وبعد كده انتقل مستأمين الكهرباء، فتاريخ حافل. قول لي حضرتك ده بيأثر في ايه لما يكون لاعب دولي وبتمرن لعيبه سواء 3-on-3 او 5-on-5؟ والله بص، هو قصه 3-on-3 دي بطوله يعني هي من زمان موجوده، ومصر ابتدت تخش فيها بشكل منظم ودولي، وانا شايف ان هي بطوله مفيده جدا، بتزود السكيلز المهارات للعيبه كويس قوي، ويعني بتدخلنا على الخريطه الدوليه بشكل كويس، واحنا ناجحين فيها بطوله 3-on-3. عندنا كذا منتخب سافر ومثلنا كويس قوي وحقق نتائج كويسه في البطوله الدوليه، فربنا يكرم ونكمل على السيستم ده على خير ان شاء الله.